حنا جينا قدام المجلس البلدي لان هو اللي كيسير الشان ديال الساكنه المحليه، وحنا من شهر 10 وحنا كنوقفوا كنظموا وقفات احتجاجيه، وهذا الشيء ما وصلنا ليه حنا حتى من بعدة مراسلات، راسلنا المجلس البلدي، راسلنا الولايه، راسلنا رئاسه الجهه، ولكن حتى مسؤول ما كيرد بالرفض او بالقبول او على الاقل يعدل اللي كان ما يعدل، ما كيهتموش بينا. حنا بغينا اللي يسمع لينا، بغينا اي حوار نناقشوا المشاكل ديالنا والحلول ديالنا ونشوفوا الامكانيات اللي تقدر تحسن من وضعنا الاجتماعي. حنا راه مجموعه تاع المكفوفين، كاين اللي كيتراوح السن بين 20 سنه و 30 سنه، كاين اللي موجهات، كاين اللي ما ساعدتوش الظروف انه باش يقرا، وهاد المسؤولين هادو كيتجاهلونا مع العلم ان المراسلات خصك ترد عليهم اقل من 3 شهور على المواطن، حنا ما كيردوش علينا. وهاد المسؤولين هادو الا كانوا كيتجاهلونا هادشي كيعني اننا على حق واننا في على طريق صحيح. وحنا كنتمنوا نستافدوا من هاد المشاريع اللي كتعرف الجهه، لان راه جهه سياحيه وفلاحيه وساحليه بامتياز وكتعرف ثروات كبيره، وحنا بينا يشوفوا لنا شي حل. حنا راه عينا من الشوارع كما كتشوفوا. لا حنا هادشي علاش واقفين دابا، راه حتى مسؤول ما كلفاتو نفسه انه يقابلنا ولا يسمع لينا، راه حتى حوار عام دابا ديال المراسلات والوقفات الاحتجاجيه حتى مسؤول ما تحاورنا معاه. حنا كنطالبوا غير بالحوار عاد نشوفوا الامكانيات اللي تقدر تحسن من وضعنا الاجتماعي. حنا كنطالبوا الان غير بحوار، كنشوفوا بحال هكدا الاسواق، كتشوف المجلس البلدي كي عنده مداخل من هادشي ديال لي بارك، هادشي ديال كنسمعوه هكا بالبطائق الانعاش الوطني مأذونيات، علاش لا؟ وحنا علاش حنا ما كنستافدوش من هاد المشاريع؟ لان البنوك وهادشي راه ممكن تمشيو تسولوا عليه نتوما ولا اي واحد يتقمص شخصيات كفيف ويمشي مثلا على الاقل يفتح حساب. البنوك ما كيتساعدوش معانا، هاد الفرص هادو دابا هاد البرامج هادو ديال سميتو كتعامل مع البنك، حنا لا، حنا معامله بسيطه الا بيتي اي كارت ديال شي هكا ولا سميتو ما كيتعاملوش معنا، رافضين التعامل مع الكفيف. كنديرو حنا لهاد المشاريع هادو ما يمكنش. كاين مجموعات ديال المكفوفين اصدقاء ديالنا من قبل، كاينين جوج مجموعات استافدوا حتى هما دازوا من نفس المسيره، وحنا كنتمناو الافضل وكنتمناو الخير لهاد الشباب هادو. حنا راه من فئات فقيره، راه كاين العائله هنا اللي عندها جوج المكفوفين حتى ثلاثه، وحنا كنعرفوا كورونا راه دسمات اللي خدام واللي صالاري، ما بالك اللي ما عنده حتى داخل. راه اي حنا اليوم كما كيشوف الجميع حنا في وقفة قدام المجلس البلدي بصفة هو المسؤول على مدينة مراكش، وكنطلبوا منه من خلال المراسلات اللي كنا قدمنا ليه قبل أنه يشوف لنا شي حل لضمان مدخول اللي ييسر لنا العيش كريم إن شاء الله. الرسالة هو رسالة مبدئية، بعدا يفتحوا معنا حوار ويجلسوا معنا على طاولة الحوار باش نناقشوا الامكانيات اللي ممكنه ان شاء الله تلبي لنا هذه المطالب ديالنا. راه تقريبا كاع الفرص ان شاء الله نقدروا نعطوا بهم، ما خاصهم يكون واحد التيسير. مثلا بالنسبه للبرنامج ما كيسرش لينا حنا نتعقب هذا الشيء من خلال التعقيدات. كما قلت لك ان البنوك ما كيخلوكش تستافد من الولوجيات البنكيه، هي حسابنا كيفتحوش ليك مع هذا بالتعاملات وداكشي. الرساله اللي كنوصل هي بعدا يكون واحد الباب ديال الحوار، ما تلقوش علينا بحال هكا كتشوف واحد الاهمال وكتشوف، راه خاص يكون واحد التجاوب بعدا ويفتحوا لينا الباب نقدروا نتحاوروا ان شاء الله ونشوفوا الامكانيات اللي بتساعدنا تساعدهم ان شاء الله.